طيب دكتور محمد حمودة، شايف حضرتك ازاي هذا الامر؟ يعني فكرة استغلال، وللاسف ده بيحصل من شباب عندهم قصور ما، يعني فللاسف قد يستخدموا هذه البنات وهذه الاشياء للابتزاز، وده بينتج عنه للاسف شفنا حالة بنت بتنتحر نتيجة للضغط الاجتماعي الواقع عليها من هذا الابتزاز. اولا ازاي نحصن ولادنا ونحصن نفسنا من هذا الابتزاز نفسيا يعني؟ طيب خليني ابدا مع حضرتك انه الابتزاز الالكتروني ده جريمه نفسيه 100%، لانه المجرم اللي فيها ده غالبا بيعاني من اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع، او لو تحت 18 سنه فهو بيعاني من اضطراب سلوك، والضحيه هشه نفسيا، وهو بينقي الضحيه اللي هشه نفسيا اللي يقدر يسيطر عليها بتخويفه ليها، وبانه يرهبها ويحسسها انه معاه حاجات خطيره جدا لو طلعها على الانترنت هيحصل لها مشاكل، وده مش مع اي حد. يعني هو لازم يكون بينقي الضحيه بتاعته هشه نفسيا وعندها استعداد لانها تستجيب ليه. تمام. وبعدين الضحيه تدخل في المشكله فتبقى عامله زي الرمال المتحركه، كل ما تاخد خطوه عشان تحل المشكله تغرى اكتر. مظبوط. فيقول لها بعتيني مثلا صوره ثانيه عشان ما بعتش صورك لحد او ما احطهاش على الانترنت، فتبعت الثانيه فتلاقي ان المشكله بتزيد، كل ما هي بتاخد خطوه معاه فالمشكله بتزيد. عشان كده انا بقول انها جريمه نفسيه 100%، هو بيعتمد على العامل النفسي بتاع الضحيه وهو نفسه عنده مشاكل نفسيه. للاسف بقى الابتزاز ده بيدخل الضحيه في مشاكل كتيره جدا، اهمها اضطرابات القلق واضطرابات الاكتئاب. فالمبتز بيبدا يبقى قلقان، او الشخص اللي بيتم ابتزازه يعني بيبدا يبقى قلقان ومتوتر ويدخل في اضطراب قلق عام، ويبقى عنده وسواس من الناحيه دي وعمال يفكر طول الوقت، كل شويه بيشيك على النت، ويبدا يظهر عنده خلل وظيفي واجتماعي، يعني ما هوش عارف يقعد مع قرايبه او مع اصحابه، حاسس انه كل حاجه ممكن تبقى مكشوفه ومفضوحه ليهم. فبيحاول يتجنب القعده في وسط الناس، بيحاول يتجنب الشغل، حتى وهو في الشغل مش عارف يركز لانه عمال يفكر في الموضوع ده زياده عن اللزوم. النوم والشهيه بتاعته بتتاثر بشكل كبير، وكل الكلام اللي بيتقال بيبقى بيتفسر على انه ده الناس عرفت، ده الناس عرفت. مظبوط. دي الفكره اللي في دماغ الشخص اللي بيتم ابتزازه. طبعا بالاضافه الى ان ثقته في نفسه بتبدا تهتز بشكل كبير، ويبدا يبقى عنده احساس بالذنب مبالغ فيه، ممكن احساس الذنب ده يوصله لفكره الانتحار. طيب يعني الانتحار ده اكتر وده اللي شفناه في حاله بسنت.